الحمد لله على سلامتك يا روحي يا مليكة. اوعي تكوني زعلانة مني ان انا خبيت عليكي. لا خالص، ما انا قلتلك قبل كده انتي هي واحد. هي كانت ايام صعبة علينا كلنا. ايوه بس الحمد لله هي خلصت. ما خسرش قوي، بس ربنا قدرني وبقدر المسؤوليه. شريف انا مش هوصيك، اذا احتجت لاي حاجه سواء في الشغل او بره الشغل انا موجود. طبعا انا دايما لحضرتك. هي ازمه صعبه وان شاء الله هتعدي. ان شاء الله اللي جاي اكيد هيبقى احسن من اللي فات ان شاء الله. طيب أنا ممكن أقوم أعمل لكم كوفي أو أي حاجة تشربوها عشان الأزمة دي تعدي أسرع. اعملي لي أنا أمريكان كوفي. بس. رجعنا تاني ليه للأسود يا فريدة؟ معلش. شوية كده. طيب بعد إذنك ممكن أدخل أوضة آية أخد بقية حاجات مليكة اللي كانت سايباها هنا؟ اتفضلي. وأنا كمان هخش لمليكة أساعدها في المطبخ.